بكل الود، بكل الحب، وبكل عفوية وتلقائية نتواصل، تتواصل جولتنا، جولتنا اللي اليوم تجيبنا لسان جيرمان ولا للزهرة. جيت خصيصا أنا لهنا لأنه احنا سويعات تفصلنا على السنة الجديدة، إن شاء الله ربي تكون سنة مباركة على الجميع، ونتطلع وأن إن شاء الله تكون سنة معناها تنجلي فيها ولا الغمة هذية والوباء اللي افتك بالناس. وانا قبل ما نكمل نحكي على هالوباء وطريقة الوقاية منه، وكنا البارح شفنا في باب سويقة نفس الفريق اليوم يبقى معايا. انا يقول نفس الفريق، هو نحكي لهنا على حسين بن علي، حسين بن علي اللي قاعد يأمن في هالصور هذية. دونك وحسين بن علي تسمى ولد المنطقة لهنا، خاطر الزهرة ورادس ودير الزهرة ورادس هما اللي بيوني معاهم حلق الواد في كرة السلة. تبقى حسين هذا ما طلعش ملاعبي نتاع كرة السلة، ما نعرفش علاش. انا طبعا بعد باش نسالك حسين، من بعد ما تحكيليش على الكرة. قلت مادام حكينا احنا على هالوباء هذايا، ان شاء الله ربي يفرج علينا منه ويفرج على أمة محمد وعلى العالم اجمع. ديما نرجع للوقاية، الوقاية كما البارح اكدت لنا الدكتورة في باب سويقة اللي كانت فيك يوم التقصي المجاني للكورونا. خليني نقول لهم اللي الجال هذايا وهالبافات تباعد الجسدي وغسلان اليدين، هذوما لي زانغريديون خليني نقول، هذوما اللي نجموا يحميونا ولا يساعدونا باش نتخطاو هالازمه الصحيه هذيا الكبيره اللي قاعده معناها مسيطره على العالم الكل. كي جينا للزهره وكي نجي للزهره ديما نجي لهنا، انا نعرف اللي هنا ثم بروموسيون كل نهار سبت واحد، لكن اليوم احنا حبينا نشوفوا في ليله غدوه باش يكون راس السنه الميلاديه، وكما قلت ان شاء الله تكون عام مبروك على الامه الاسلاميه، وان شاء الله تكون عام مبروك على الناس الكل. حبينا نشوف واش فما لهنا برشا زينه وانا ما نفهمش راني في الحكايات هذوما، ما انت باش تجي تفهمني هكا شويه. احنا ديما نعملوا راس العام، ولا مش باقيين راس العام، ديما نعملوا حاجات سبيسيال لكليوناتنا، فهمتني؟ بالاخص راس العام الجديد هذا حبينا معناها ان شاء الله يطلع عام مبروك علينا. امين يا هذايا، فهمتني؟ ويجي عام خير. اي شنو عملت لنا؟ انا هاني نشوف في مخ هذيك نتاع عجه هذاك. هذه ساعه ايش بحذا ايش بحذا هات هذيك ترى خلينا نشوف شنو هي هذه. شنو هو فازويت هذه؟ فاز بالكوتليت. هذه كورون دانيو. اي هذه فهمني لحمه في الكوشه كلها تجي. اي لحمه بنينه ياسر فهمني، عباره جاتو. اي تاكل في الجاتو مش تاكل في اللحم. فهمني حاجة خلق العادة. علوش سنوي بالطبيعة. علوش سنوي نعملوا لي جيغو ديزوسي بلاش عظم بالفاكهة والروز زادة كيف كيف ونحضروا فيهم. فهمني علوش كامل فهمتي محشي زادة ديزوسي كيف كيف نخدموا فيه. السفيف تفهمني أنواع وأشكال عندي بالكليل. قداش بقداش السفود؟ السفود الكعبة ب 1700 فرنك تتكلف. دينار و700. فهمتني؟ نعملوا لي. هذوكم السفافت. سفيف الدم مفروم هذوكم فهمني بالكليل، وعندي بجبن فهمني عندي هذية زادة هاني جايك. عندي هذية سيدي، هذية تبقى بتبقى، هذية تبقى بتبقى، هذية تبقى جبن وتبقى فهمني لحم مفروم مع النوس وتبقى فاكية فهمني. هذية ب 30 دينار الكيلو. الكيلو ب 30 دينار. الكعبة تتكلف 3500 4000 فهمتني؟ معقول وانا كعبه جاتو. باش تاخذ علوش فرسي؟ ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله مبروك. عايش كنت في العاده ديما السبت ولا حد ديما نعمل البروموسيون. السبت ولا حد بروموسيون. عملنا تو فما بروموسيون صغيره معناها مش حاجه كبيره. العلوش هذا قص العلوش فهمتني ب 17 دينار. 17 دينار. عندي الحمل العجول هذا. فهمتني؟ الحمل العجول. باربعة وعشرين وثمانمية ذي اثنين وعشرين وثمانمية اثنين وعشرين وثمانمية تاكلها مذمومة بل لحمة في الواحد فهمني. ومادام انتوما جيتونا بالمناسبة ذي انتوما جيتونا فهمتي لهنا، احنا غدوة كان فهمتي ولا غدوة نجمو نعملو بروموسيون بالنسبة لرأس العام. نعملو غدوة بروموسيون باش الناس غدوة باش غدوة الناس تسمع لنا. غدوة نعملو بروموسيون لا ميسالش ميسالش عامل عام بروموسيون ميسالش ما فيها باس. يولي المرقيز هذا بتاع 25 يولي 19 و800 هذا يولي فهمتي ب 19 و800 ال 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 الهبره ب 30 تولي ب 23 هذا يولي ب 15
كل الحمية دجاج معناها كل الحمية 28 و800 باه يا يا من احياء يا من احياء الغدوة مرحبا بكم ما تسبقش على غدوة في بالهمش ما كان في بالهم الناس ما بديرني بس نسي سمعوا حدا خاطر هما سيس روحك سيس روحك ان شاء الله عامكم مبروك عايشك عايشك سيس روحك سيس روحك حسين ما يسالش انا نتبعك واحنا توا باش ندخلوا لوسط المرشيه نشوفوا شويه خضره نشوفوا شويه غله وانت نسيتني يا حسين قعدت نحكي عليك انت وعلى الباسكيت وزميلنا في الضيف حسام العساوي معناها حسام الدين العساوي اللي هو ولد الزهره باللي خلينا نوجه له تحيه ليه ولكل اصحابنا واحبابنا في الضيفك اللي ديما نقلقوا فيهم مش هكا سي حسين مش نهار كامل واحنا نقلقوا فيهم الو بربي الو قبل لي خدمه نودال كيف كيف بطاطا بدينار 380 اهلا بيك اما اسمع البنان هذايا ما انت سمعوا براس العام من 65 يظهر لي طلع ل 79 85 اليوم صباح ايواش انا معناها ديفازين معناتها نقص 6000 85 دينار كرتونة البنان اليوم كرتونة البنان يعني يتباع ب 4000 و 500 كيلك هاني قلت لك انا يتباع ب 4000 و 3400 هاي اسمع منه هذا بمناسبه راس مناسبه راس العام اعطيني السفناري لداخل قد اسومها والبصل الشتوي 1200 السفناري والبصل الشتوي دينار و 560 دينار و 560 باه هذه بلاش قلوب هكا هي 3450 مليم هيا برا نزيدو وينو دقله ب 12 دينار يبشرك بالخير يبشرك بالخير علاش قول لي اخويا اش عملت لك النافيل ب 2300 الجروس راهو الجروس ديما صاحبي انت ديما صاحبي ديما هكا انت اي انت ديما هكا 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 شويه شويه هكاو هكاو حسين باش نشوفوا الحوت ونرجعوا لهنا نكملوا في الزون هذيا بخير هاو الدراع حسين اهلا بيك الله المستعان هذه شفرات ب 28 و 500 مليم وهذيك ب 39 و 850 القاروس ب 24 و 500 لوراتا 16 و 850 شنو هي النو توا هذه القاروس البحري ب 27 دينار و 850 شنو هو 58 و 600 هاي هذه تريلي هذيك 27 و 850 تريلي حمراء به هذه ب 22 و 500 القاروس المربي هذاك قالت منى نور الدين في نسيبتي العزيزه قالت لها قيامي القاروس هذا مربي قالت لها لا قليل احياء خلينا نشوف السوب يا حسين هايك غادي من غادي بكل مادام شنو باش ياخذ لنا سوب يا قاروس شنو هو اليوم؟ تعرف شفريتك هاو تعرف شفريتك هاو صحة وبشفى ليك يعيشك يعيشك السوبيا ب 21 غاديك و 850 معها شويه جلبان هذيك مش هكا برا نكمل في القدره غاديك ان شاء الله عامكم مبروك يعيشك 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 امشي يا حسين لهنا ثم 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 حراير يخدموا هكا هذيك وهذيا ديما نحب نحييهم انا كيف نجي لهنا السوق هذه سوق صغيره نتاع الزهره هو غدويك السوق الاسبوعيه نتاع الزهره نهارك مبروك عايشك قداش المعدنوس اليوم قطه ب 300 ولا هو راه في كل بلاصه قاعد يتباع ب 4 و5 4000 400 و500 البصل الشتوي هكا ب 14 و95 وينو المعلم خليك وحدك هو اهلا بيك هاوك هاوك عايشك 18 و40 يا خويا استحفظوا لي على الوالده وذاك اللي به الفايده راه صحيح هذيك راس المال اللهم صل على النبي ربي يبارك لك ربي يبارك لك وما رضاء الله الا برضاء الوالدين الله يخليك يعيشك اي حسين انت شخت على التصاور عاد هكا عجبتك هنا تو كنت نحكي البنان 17 دينار اليوم زادت في الكردونه ولا انا من الصباح وانا نحكي عليه شنو هي الحكايه هذه؟
لا ثم بابورات لحد شيء، لا ثم لا بابورات، ما ثماش متابعه. هاو نحكيو الصحيح، احنا ما ثماش متابعه صحيحه اللي باش تنجم توقف هالطيارات هذه اللي في كل مناسبه. تيماو هما طبعا ليش على خاطر بمناسبه راس العام الناس يحبوا يحطوا هكايا شويه دقله شويه بنان شويه كذا على شويه، فهمتني؟ دونك احنا نستغلوا الظرف هذاك كيفاش. اما هاي برا تزيد الكردونه كانت ب 65 ولا ب 85 تبيك ولا ب 84، يا شيء كبير شيء كبير. حسين باش نعملوا رجعه ومن بعد نمشيو للحوت هذاك والدجاج هاك نكملوا فيه. نحييهم نحييهم الناس هذوما ريتها، قلت لك حراير يخدموا لهنا في وسط النصبه. وينو المعلم؟ ما تقوليش في المرشي. انت يا ربي يعاونك وان شاء الله عامك مبروك يعيشك. جلبانه هيك ب 4000 3980 غاديك، وانا قبيله قلت صوبيا بالجلبانه الحقيقه صعيبه شوي في السوم نحكي انا، اما ان شاء الله ان شاء الله يمكن جماعتين اخرين يتيح شويه سومها الجلبانه. ان شاء الله تابت نتاع ابو سالم نتاع الكريب والكشيرات هذوكم ان شاء الله. هذا البنان اللي حكينا عليه واللي قلنا معناها كما قال الراجل تويكا في نهار زاد 17 دينار ب 4400 الكيلو. فهمني المدالينا هذيا اللي بلاش قلوب والجروس ب 2760، التومسون المتوسط 1980، المدالينا الدقله ب 12 دينار. الله عينك. هنشوفوا ولد بحر عاد انت يا سي حسين، هذيك الوراثة ب 15 هو تزامن راس العام مع النو. مع النو مع النو، دونك مش لازم نحكيه. هذاك النازلي ب 18.6 والسنين النازلي النازلي صابة سنين صابة. منين صابة؟ سمو ما حبش يهبط بالكل. أنا غالب بس قولك في القاروسة. هاي الله يصلي على النبي. هاي البرشا القاروسة. هاي خويا هاي انت قلت اخويا انا ما ندخلش المتاهات هذيا، نقول خير من كذا. ما ديما كيك لا هذاك هو نو توا ما تشوفش ما ثماش توا ليالي ودخلوا ليالي حكايه خير دخلوا ليالي البيض معناها ما تفهمش هيك. هذا حاجة ربي انا نمشي برا. هاي كاو هذا باش قال عايشك ربي فضلك. دينار و600 وب 2500 المدالينا. هاي هيك خليها على المدالينا غاديكا. خنشوفوا عاد الدجاج خاطر غدويكا الدجاج باش يبدا يقاقي على بعضه. يا عم شكيل وينك؟ اي اهلا بيك. قد ايه الكيلو الدجاج؟ اليوم هو بلا تريب. اليوم الصباح 7475 بيوع. بيوع انت اي والاسكالوب زاد تريب هذا اليوم كان 9200 مثل البيوع. اليوم طلع 9700 تو جبت الزراعه. تو 9700 دونك هكايا يا حسين احنا في ال 9.7 بالجرو زيدها ال 25% نتاعك ولا 30% دونك 15% 15% زيدها 15% برا احسب عاد حط الكالكيلاتريس وابدا الحساب. على كل احنا كما قلت سويعات تفصلنا على الميلاد العام الجديد ان شاء الله يكون مبروك على الامه الاسلاميه جمعاء، ان شاء الله يكون مبروك على تونس وعلى التوانسه، وان شاء الله يكون طالع خير وان شاء الله يكون بدرت معناتها توفى علينا هالغمه هذه نتاع هالكورونا، واحنا باش نتقابلوا غدوه في اخر مواعيد 2020 في البرومارشي. وفي الاثناء ديما نقول ان شاء الله ربي يجريها على السلاح. الى اللقاء.